فكرت في هنا كما قال الكوتشا وجا في الديمي فينال ان شاء الله الحمد لله يا رب. مزيان المباراة النهائية اكيد يعني بقات لكم نقطة على باش يعني تفرحوا وتحققوا الاوبجيكتيف، كيفاش راح تشوفوا هذا النهائي؟ ان شاء الله يا ربي احنا دوكا ريكوبيري وبيان، وين احنا ما يخفلكش بلي التعليمات تاع الكوتش هي اللي راهي وصلتنا لا فينال، وما يخفلكش بلي نلعبوا بسيستم 3-4-3 وين لابازيا على المهاجمين، المهاجمين راهم يقدموا في المردود كما ايمن الزامل يقدم في المردود، طيب نتمنى له ان شاء الله يزيد يسجل في لا فينال يختم. كلمه المدرب وايضا دعاوي الوالده تاع الصح، دعاوي الوالده هي الصح والله ارتاح ابو انا كيما بقيت باش انا تدخل الحمد لله يا ربي بالك في لا فينال ان شاء الله تدخل.